أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. ابتكر الأرجنتيني بابلو بوغدان أنبوبة تنفس جديدة للوقاية من فيروس كورونا مع تحسين التجربة الاجتماعية اليومية عبر السماح برؤية الوجه، وعرض في شوارع العاصمة بوينس آيرس هذا، وصنع الأنبوب الشفاف من بلاستيك بولي إيثيلين ويغطي الجزء العلوي من الجسم من أسفل الكتفين لأعلى الرأس، ويحمي العينين والفم والأنف من الفيروس مقارنة بقناع الوجه الاعتيادي الذي لا يحمي سوى الأنف والفم. بدأت السلطات في سنغافورة بتوزيع أجهزة تتبع لجهات الاتصال التي تعمل بتقنية البلوتوث ضمن الجهود التي تبذلها لإيقاف تفشي وباء فيروس كورونا، ولا يتعين على مستخدمي الجهاز المسمى لنتتبع معا سوى حمله من دون التفكير بشحنه يوميا لأن بطاريته تدوم 9 أشهر، ويفضل السكان هذا الجهاز لأنه أكثر ملائمة ولأنه سهل الحمل. وتعد الأجهزة المصممة حديثا بديلا جيدا عن تطبيق تتبع جهات الاتصال على الهواتف الذكية لأنها سهلة الاستخدام للآلاف من كبار السن ممن لا يملكون هاتفا ذكيا. استكملت السيارة التركية الطائرة جزري التي طورت بإمكانيات محلية أولى اختبارات التحليق بنجاح. وذكرت الشركة التركية المصنعة للسيارة الطائرة باكار للنموذج الأولي للسيارة الطائرة البالغ وزنه 230 كيلوغراما وحلق لارتفاع 10 أمتار في أثناء الاختبارات، وأوضحت أن العمل على السيارة الطائرة بدأ بتصميم تصوري وانتهى بتنفيذ أول تحليق لها في غضون 1.5 سنة. وذكرت أن سيارة الطائرة جزري تستقي اسمها من مؤسس علم التحكم الآلي العالم المسلم الجزري. أعلنت مجموعة من العلماء اكتشاف آثار لغاز الفوسفين في السحب فوق كوكب الزهرة، ما يشير إلى وجود نوع من أشكال الحياة في الغلاف الجوي للكوكب. وأعلن بقيادة البروفيسورة جين غريفيز من جامعة كارديف هذا الاكتشاف الرائد، وأوضح العلماء أن تلك الآثار ربما تكون علامات على وجود كائنات دقيقة تعيش في سحب كوكب الزهرة. بدأت الرحلات الجوية الدولية بخدمة مطار ووهان الدولي بعد إغلاق دام 7 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا. وطبقت السلطات الصينية سلسلة من التدابير الوقائية لمنع عودة ظهور الوباء في ووهان. وقال لي بيتشو المتحدث باسم مكتب الطيران المدني في مدينة ووهان، امتثالا مع السياسة الوطنية يتعين على جميع المسافرين تقديم شهادة اختبار سلبية للحمض النووي صادرة عن مؤسسة طبية فحصتها السفارات الصينية في الخارج. انطلقت مبادرة إعادة تدوير الزجاج المحطم من أرجاء بيروت بعدما كبد انفجار المرفأ خسائر مادية ضخمة، إذ يقوم متطوعون بجمع الزجاج المتناثر لإرساله إلى المصانع لتدويره مرة أخرى. ويقول القائمون على المبادرة
ما زلنا نجمع زجاج المتناثر في المناطق المتاخمة للتفجير، فضلاً عن أنه تصلنا طلبات لجمع الزجاج من مناطق مختلفة في بيروت. هذا وجمع وأعيد تدوير 65 طناً من الزجاج المحطم حتى اليوم. أعلنت جامعة أولودا في ولاية بورصة غربية تركيا افتتاح قسم لإعداد الأيدي العاملة المقرر توظيفها في مصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية في البلاد. وأفادت الجامعة ببدء قبولها للدفعة الأولى من الطلاب في قسم تكنولوجيا المركبات الهجينة والكهربائية لدى المعهد العالي للعلوم التقنية التابع لها. وسيتمكن الطلاب المتخرجون من هذا القسم من العمل لدى القطاعين الخاص والعام في تركيا بتخصص إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة وصيانتها وإصلاحها. حصلت شركة كولور براند فاشيون الإسبانية على براءة اختراع لنسيج يتغير لونه عندما تصل درجة حرارة مرتديه إلى 37 درجة مئوية ونصف الدرجة، وقد تمت الموافقة على هذا النسيج المبتكر القادر على الاستجابة لازدياد درجة حرارة الجسم لاستخدامه في أقنعة صحية من معهد تكنولوجيا النسيج، مما يؤكد فعاليته في مكافحة كورونا. هذا وطورت الشركة منتجات أخرى تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا كالأساور والرقع القادرة على اكتشاف الازدياد النهائي في درجة حرارة الجسم بسرعة وسهولة. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. الشقيقتان الكفيفتان هنية وشمس أبو شحمة من خان يونس جنوبي قطاع غزة نجحتا في حفظ القرآن الكريم كاملا والحصول على شهادة الإجازة بالسند المتصل، وهذه الإجازة هي النقل الصوتي للقرآن الكريم من جيل لآخر، يشهد فيها الشخص المانح للإجازة أن قراءة متلقي الشهادة أصبحت صحيحة ومطابقة للقراءات القرآنية التي أجازه بها، كما تسمح له بأن يقرأ ويقرئ غيره القرآن. الصعوبات التي واجهت الشقيقتان خلال رحلة حفظ القرآن تمثلت أبرزها في عدم توفر القرآن بلغة برايل الخاصة بفاقدي البصر، وهي الكتابة بحروف بارزة لقراءتها عن طريق اللمس، وإلى جانب حفظ القرآن فقد حصلت الشقيقتان على معدلات مرتفعة في شهادة الثانوية العامة كان آخرها هذا العام، حيث حصلت شمس على معدل 88.5%، واعتمدت الشقيقتان في بداية حفظهما للقرآن على حاسة السمع، وبدأت الفتاتان مرحلة تلاوة وحفظ القرآن منذ كانتا في مرحلة رياض الأطفال، وحظيت هنية وشمس باهتمام ومساعدة عائلتهما في عملية الحفظ، حيث كان والدهما يقرأ لهما القرآن كما يداوم على إعادة تسميعه لهما.
Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا فيما مضى عن القسطرة التشخيصية وقلنا هي إجراء آمن وسهل. طبعا بعد إجراء القسطرة التشخيصية سننتقل إلى مرحلة العلاج. بعد القسطرة التشخيصية عندنا ثلاث أو أربع احتمالات. أجرينا القسطرة التشخيصية، ما هي احتمالات العلاج فيما بعد؟ طبعا قد تكون الشرايين نظيفة ولا يحتاج المريض إلى أي شيء، قد تكون هناك إصابات خفيفة، تضيقات تحت 50% في الشرايين، المريض يحتاج إلى بعض الأدوية والمراقبة. قد تكون هناك إصابات أكثر من 50%، طبعا حسب عدد الإصابات ودرجة شدة هذه الإصابات. عندنا خيارين، إما انتقال إلى التصليح التداخلي عن طريق القسطرة نفسها، تتحول من قسطرة تشخيصية إلى قسطرة علاجية، وهذا هو الآن الشائع وهذا هو الآن الذي يعمل عليها عالميا. أو الاحتمال الثاني وهو عملية القلب المفتوح أو تصليح شرايين القلب عن طريق زرع شرايين أخرى مأخوذة في مناطق أخرى على شرايين القلب. طبعا الفضل لله أنه صار في تقدم كثير في مجال القسطرة التداخلية والقسطرة العلاجية، وأصبحت الحاجة إلى عمليات القلب المفتوح في الحد الأدنى، حتى في بعض البلدان شبه انتهت. القسطرة العلاجية هي نفس القسطرة التشخيصية، لكن نستبدل الأنبوب الذي تم فيه التشخيص بأنبوب أكبر لإدخال مواد التوسيع. تجرى كما تكلمنا عن طريق الساعد أيضا، وليس في حاجة إن ندخل عن طريق الشريان الفخذي أو مناطق أخرى. تجرى القسطرة العلاجية بالكامل عن طريق شريان الساعد، الشريان الكعبري. طبعا يختلف حجم القسطرة حسب حجم الأدوات التي نحن نحتاج إلى إدخالها، طبعا هذا الطبيب الذي يحدد هذا الموضع. القسطرة العلاجية أيضا هي تحت التخدير الموضعي، لا يحتاج المريض إلى تخدير عام. القسطرة لا يوجد فيها ألم إلا ألم خفيف أثناء نفخ البوالين. طبعا لما نقول قسطرة علاجية معناتها نحن سندخل بالون أو دعامة، هو على الأغلب دعامة، لأنه كنا من قبل ندخل فقط بالون لتوسيع الآفة وثم نسحب البالون، لكن رأوا فيما بعد أنه توسيع لوحده المريض ستعود إليه تضيق في وقت قريب، فبعد كل توسيع الأفضل نزرع دعامة حسب قطر الشريان وطول الشريان ونحدد نوع. طبعا هناك عدة أنواع للشبكات، طبعا هو الشائع هو الأفضل هو الشبكات الدوائية، طبعا هناك جيل قديم هو الشبكات المعدنية، قديم ما تستخدم. الشبكات الدوائية أصبح منها ثلاث أجيال تختلف في مواصفاتها وفي المادة الدوائية التي هي مطلية فيها والتي هدفها منع عودة تضيق الشبكة. طبعا هناك جيل جديد من الشبكات أو الدعامات أو الستينتات كما يطلق عليها، هي الشبكات الممتصة أو الدعامات الممتصة بالكامل والتي تغيب تماما بعد سنة، والتي هي الآن في طور التجريب والنتائج عليها ما زالت غير نهائية، لكن نتائج مبشرة وكبيرة. المريض بعد إجراء القسطرة التشخيصية قد القسطرة العلاجية قد نحتاج إلى تصليح شرايينه على مرحلتين أو على مرحلة واحدة حسب الإصابات الموجودة، فمعظم المرضى نجري لهم الإصابات على مرحلة واحدة، أما المرضى اللي عندهم إصابات سكري أو مشاكل في الكليتين ونخاف من طول العملية لأنه نخاف من المادة الضريرة التي تستعمل أن تعمل لنا ضرر على الكليتين أو تحسس أو أي شيء آخر، قد نقسم القسطرة العلاجية إلى مرحلتين. لكن في معظم المرضى تجرى القسطرة التشخيصية العلاجية التشخيصية والعلاجية في نفس الجلسة ولكل الشرايين. القسطرة العلاجية آمنة، يستطيع المريض في نفس اليوم يطلع أو يبقى يوم بعد 12 ساعة أو 24 ساعة فقط للمراقبة. طبعا عندما بعد زرع الشبكات أو الدعامات يجب المريض أن يلتزم، وهي مهمة نقطة جدا جدا، بالأدوية التي يعطيها له المريض الطبيب وخاصة مميعات الدم، لأنه عدم التزامه بها قد يعرض هذه الشبكات للتضيق في وقت غير متوقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.